جنة الدنيا يا أمي تحت أقدامك منايا، كل نبضة تحكي يما إن أحبك يا هنايا. كيف أنا أوصف لك شعوري وصدق حبي يا دوايا، مهما رتبت المعاني تايه أنا مني الكلام. جنة الدنيا جنة الدنيا جنة الدنيا جنة الدنيا يا أمي، انت صبحي انت ليلي، انت أرضي مع سمايا، انت عطري انت حبي انت أنفاسك معايا. جنة الدنيا جنة الدنيا جنة الدنيا جنة الدنيا يا أمي. أدعي ربي ما تغيبي وتبقى أحضانك كفاية، يشهد الله يا حنونة إنك الفرحة وهنايا. جنة الدنيا جنة الدنيا جنة الدنيا جنة الدنيا يا أمي، جنة الدنيا يا أمي تحت أقدامك منايا، كل نبضة تحكي يما إن أحبك يا هنايا. كيف أنا أوصف لك شعوري وصدق حبي يا دوايا، مهما رتبت المعاني تايه أنا مني الكلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعيني الكرام، أهلا بيكم في حلقة جديدة من حكاوي أماني، المعلومة والفكرة والغنوة والضيف الجميل. عنوان حلقتي النهاردة هو من أجمل الأسماء ومن أجمل العناوين. عنوان حلقتي: أحضنيني يا ماما يا أجمل مخلوقة في الكون ويا أجمل إنسانة في الكون. الكلام لماما والكلام للمعلمة، لأن احنا دايما بنتكلم ونركز على الحضانات. معلمة رياض الأطفال هي أم بديلة، وحضانتي هي مش بيتي الأول بس، ده بيتي الأول وبيتي التاني وهي كل كيان. رحبوا معايا النهاردة بضيوفي أستاذة عزة حلمي وأستاذة فاتن حمد الله، مديري حضانة سمايل كيدز بشبرا الخيمة. أهلا بيكم، نورتوني. أهلا بيك حضرتك. أنتم منورينا النهاردة في حكاوي أماني. ولما سألتكم تختاروا عنوان الحلقة النهاردة تبقى إيه، اخترتوا اسم مس قلبي، أحضنيني يا ماما. هنتكلم عن الحب وعن لغات الحب الخمسة عند الأطفال، بس قبل ما أتكلم عنهم عايزة أوجه لكم سؤال. أنتم من شبرا الخيمة وانا اعرف حضانتكم كويس جدا، واعرف ان انتوا الحضانه دي عملتوها وبنتوها بايديكم، صح؟ كلميني استاذه فاتن عن مشروع الحضانه بالنسبه لك، واستاذه عزه تقولي قدمتوا ايه وتعبتوا فيه ازاي. هو في البداية كان حلمنا وعزة زي أي حد إن احنا نبني حضانة، بس كان المستوى الحلم بتاعنا أعلى بكتير، كنا عايزين حاجة كبيرة والإمكانيات كانت ضعيفة شوية. ففكرنا نعمل إيه، قلنا نوفر أي حاجة تنفع تتعمل بإيدينا نعملها احنا، هدينا حطان، نقشنا بإيدينا، أي حاجة تنفع، المكاتب اللي هي بتاعت الحضانة بإيدينا عملناها بالخشب، النجارة. كل حاجة، النجارة، كل حاجة ينفع تتعمل احنا الاثنين وازواجنا طبعا. من غيرهم ما كناش عملنا اي حاجه. اللهم لك الف حمد وشكر يا رب. يعني من بدايه حتى فكره الدعايه كتبنا بايدينا الدعايه اللي المفروض يكون مكتوبه، وحققنا ما شاء الله في الدعايه تقريبا عدينا ال 50 طفل في اول يوم. اللهم بارك. بسبب الدعايه قعدنا 5 ايام العيد عيدنا في الحضانه، كنا بنروح الفجر وما اولادنا يعني ما عيدوش، كانوا بيبقوا قاعدين معانا برضو بيساعدوا برغم ان هم اطفال صغيرين. عملتوا ايه تاني استاذ عز؟ برضو احنا يعني كان في الاول الموضوع قدمتوا ايه، عملتي ايه في الحضانه؟ انت عرفت ان انتوا فرشتوا بايديكم الشغل الاكاديمي، الوسائل عملتوها بنفسكم؟ انا اصلا من طبيعتي ان انا بحب اشتغل الشغل ده، تمام؟ يعني بحب ان انا ابدع، يعني واخده الموهبه دي من ماما يعني الله يرحمها. الله يرحمها. فكان بتفرق جامد مع من الاطفال. انا كنت برضو بتابع النت، بتابع الافكار الجديده. يعني مش عندك في الحضانه مدربه ارت، انت اللي بتعملي الحاجه؟ انا بعمل كل حاجه، سواء شغل اكاديمي او شغل ترفيهي بايديكي. انا اللي كنت بعمل كل حاجه، اي فكره يعني المونتسوري برضو كنت انا بحب اشوف الافكار الجديده، كانت بتبقى غاليه طبعا. انا كنت بحب غاليه جدا، ليها مقاييس معينه. انا كنت بحب اعملها لدرجه منشر الغسيل دوت كنت انا اللي عملته بالخشب ودقدقته وعملته للاطفال. لا يعني كنت الحمد لله في الجزء ده كنت موفقه جدا فيه.
طيب مجهزين اول حاجه من الحاجات اللي كل الحاجات اللي معانا النهارده دي انتوا انا اللي عامله انتوا عملتوها بايديكم. طب ايه اول حاجه معناها حابين ان انتوا تتكلموا عنها؟ انا عندي النهارده النشاط الانجليش ده تمام. ده إيه شامل كل حاجه يعني. انا عندي هنا الله. الطفل إيه طبعا حضرتك عارفه ان الشغل التفاعل بالايد الفك والتركيب دوت بيبقى مفيد جدا للاطفال. هنا انا جبت الانجليش حروف الانجليش وهنا بحط الصوره او الكلمه للطفل بخليه يشوف الكلمه يجمعها من هنا ويلزقها هنا ويكتب بقلم البورد كمان هنا. الله. يمسح ويمسح ويرجع يكتب. وانا كمان لو كاتب بخط مش كويس انا بكتب له هنا الصح بالطريقه اللي بالظبط تعمله كوركت تصلحي الغلط اللي هو عامله. جميل جدا. فبيبقى مستجيب جدا فيها. والالوان ملاحظه انها مبهجه وجميله. انا اصلا ببداها لهم بفكره قصه يعني البيت بقى وجينا النهارده نسلم على الحروف ونبدا بقى القصه بتاعتنا في الجنينه بتاعتنا الحلوه دي وبيبقى بصراحه مبسوطين جدا بيها. جميل. يعني زي ما بنقول دايما معلمه رياض الاطفال الام الجميله اللي بتتفرج علينا ليه للتلقين. التعليم ما عادش يقول ورايا ايه ابل تفاحه دي بول كوره. لا ده بقى الموضوع مختلف. بقت فيه فكره اسمها متعه التعليم. التعلم من خلال اللعب. سيبي ابنك يبتكر، سيبي ابنك يكتشف. لما اعتقد استاذ عزه استاذه فاتن لما هدي لابني القصه وهدي لابني وسيله تفاعليه زي دي استاذن حضرتك تفتحيها استاذه جميله من جوه عايزه اتكلم عن مضمونها. انت مدياله هياخد هنا الالفابيت بتاعته الكابيتال ليترز والسمول ليترز. انت هتعلميها له بطريقه تفاعليه. هيشيل وهيلزق وهيحط. والطفل لما بيعمل بايده اي حاجه يا جماعه ما بينساهاش. لما هقول له قول ورايا غير لما اقوم شيل وحط واسيبه يكتشف. انا بحييك على الوسيله دي. هو هنا شغالين بقى بالمره يعني انشغالين حابه اعرف الانجليش شغالينه باي طريقه؟ بطريقه الفوناتكس طبعا. جميل. جميل طبعا. دي احسن طريقه للاطفال ان هي بيستجيبوا يعني بيبقى مبسوطه جدا لو الطفل لقيتيه ان هو بيقرا لوحده. دي حاجه يعني بتخليك ان انت عملتي حاجه كويسه جدا مع اطفال. مش بيقرا بس كمان ده بالطريقه الصحيحه بتلاقي ممكن حد الصحيح. كبير لا كطفل هو انت افضل من حد كبير. لما بتجيلي ام مستعجله على تاسيس ابنها في اللغه الانجليزيه انا بقول لها اللغه الانجليزيه زيها زي اللغه العربيه. مش معنى اللغه العربيه بنعلمها لاولادنا حروف ونخليه يتهجى ويكتبها ويقراها. طب ما الانجليش ليه انا بحفظه لاولادي؟ ليه ايز فور ابل ايز فور انت ايز فور ارم وينزل عمود؟ لا ما عادش كده. احنا بنعلم ولادنا فوناتكس بيتعلم صوتيات وبيتعلم ان كل حرف لي ساوند يعرف صوت الحرف ويعرف لو ليه حركة أو علامة أعلمه بيها الحركة دي. لما يعرف الأصوات كلها بتاعة الحروف وأقدر أديله مقطع هيقدر يقرأ لي الإيه؟ مقطع بسهولة جدا. هيقدر يقرأ الكلمة. يعني أنتوا بتعلموا الأطفال في الحضانة إن هاو تو ريد إزاي يعرف ما أنا لازم أتكلم النهاردة. أنت حضانة مميزة لازم أبرز للمشاهد إن الحضانة اللي في المكان ده بتعلم اولادنا بشكل صحيح. اكيد يعني احنا بنسعى للموضوع ده بكل جهدنا فعلا يعني. خاصه ان الثقافه عندنا كل حد جماعية من نفس المنطقه المحيطه بيا الكلام عن ان الام المستعجله هي بتاخر ابنها اكتر ما بتقدمه. بالزبط. يا جماعه أكيد. تاني الام المستعجله بتاخر ابنها اكتر ما بتقدمه. انا هعلم ابني 30 كلمه ولا اخلي ابني يعرف يقرا 100 كلمه؟ طبعا يعرف يقرا طبعا. هيحفظ 30 كلمه وبعد شهر اجي املي له ال 30 كلمه دول مش هيبقى فاكرهم لان هو حافظ. لكن لما اعلمه البيزكس بتاعت ازاي يعرف يقراها عارفين هيعمل ايه؟ كلمه سمعتها من امهات كتير قالوا لي ربنا يبارك لك يا مستهاني احنا ولادنا واحنا راكبين العربيه بيبصوا على اليفط اللي في الشارع وبيحاولوا يشتهجوها ويقروا. ولادنا بقوا يطلعوا الروشتة ويحاولوا يقروا الكلام اللي فيها وهو ده اللي احنا كنا بنحلم بيه. طيب مجهزين حاجه تانية؟ عاملين فقره فاني كده للاطفال الله وفي نفس الوقت فكره المسرح عزه منفذها بايديها. جميل. ان ماما في البيت تقدر تسعد اطفالها لو المسرح بيبقى غالي شويه او كده هي تقدر تعمل ده بمنتهى السهوله. انا عايزه اقول لك يعني تسلم ايديكي لو انا بيخيروني بين مسرح عرايس معمول من الخشب وبيتباع في اي مكتبه وبين مسرح عرايس معمول بالجمال وبالرقه وبالشياكه دي انا هختار المسرح بتاعك. بدون تكلفه يا مس كمان. كرتونه باقل الخامات. بالظبط. جميل حلو. مجهزين هنقول ايه ان شاء الله؟ اللهم المستعان. بسم الله.
اعتبروني بقى طفله بتفرج عليكم، انا بموت وبعشق في الشغل ده. بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم عن ايه الموضوع اللي هنتكلم عنه من ورا مسرح العرايس اللي فاتت؟ ان شاء الله موضوع التكنولوجيا. تكنولوجيا هنحاول نعرف ضررها قد ايه على الام. جميل، سلوكيات هايل. ونوريها بقى، تعالي بقى خدي بقى استغلي الحضن في ان انت تلغي موضوع التكنولوجيا ده. جميل جدا، الله المستعان. يا مامتي يا مامتي يا مامتي عشان خاطري، يا مامتي عشان خاطري، يا مامتي بقى، يا مامتي وافي يا حاجه صغيري بس، يا مامتي حاجه صغيري. قرايه يا ابو كل سيبني يتعبني يا مخلفني، قلت لك مش هينفع مش هينفع. عشان خاطري يا مامتي، عشان خاطري يا مامتي حاجه صغيري. لا ايوه خلاص قلت لك مش عارف. مامتي مامتي حبيبتي انا عايزه اتفرج على التي في. هي بني حبيبي تعال بسرعه معايا كتب تفعلي. مامتي حبيبتي فيسبوك بليز، في بوست جديد وفي شات ميت. هي بني حبيبي قصة جميلة ورواية مثيرة مع لعبة خطيرة. مامتي حبيبتي الدوس علان ادم غضبان مالك فرحان، قرروا يعملوا تكشك جديد. ابن حبيبي لولا تعبانة، ماني زهقانة، لولا فرحانة، قرروا يقرأوا قرآن كريم. مامتي حبيبتي شكلك مش عارفة انستجرام. ابني حبيبي في حدود شغلي وخلاص تمام. مامتي حبيبتي قررت انا هقرأ قصة وانام. ابني حبيبي انا بقى كده خلاص تمام. برافو عليك يا بقرز يا ابني يا حبيبي، مبسوطة منك جدا جدا جدا. ايوه يا مامتي عشان انا شطور. حبيبي ابني حبيبي بحبك خالص خالص خالص، وعارفه ان انت شطور. طب ايه رايك بقى يا حبيبي بما اننا هنا مع صحابي نعلمهم حاجه جديده؟ طبعا يا مامتي عشان انا بحب صحابي. طب يلا يا بقرز قول ورايا. 1 2 3 عايزه اكل شوكولاته. يا نهار ابيض يا بقرز، ما ينفعش اللي انت بتقوله ده، ركز يا بقرز شويه قول ورايا. حاضر يا مامتي. يلا قول. 4 5 6 هلبس الجاكيت. يا نهار ابيض يا بقرز يا ابني، انت جاي تبوظ معلومات صحابي هنا النهارده. خلاص يا بقرز خلاص خلاص، مش هينفع كده، خلينا في موضوعنا المهم اللي احنا جايين عشانه النهارده يا ابني. حاضر يا مامتي. انت عارف النهارده ان احنا جايين نعلم المامات الحلوين وصحابنا الجمال دول حاجه جديده؟ ايوه يا مامتي. عارف هنعلمهم ايه يا بقرص؟ ايوه يا مامتي، لغات الحب 5 ارجوكوا تركزوا. لغات مهمه خالص بقرص، بيقول لكم حبيبتي يا مامتي انت محتاج حضننا. نور عيني حبيبي يا ابني حضني ضمنا. الله تحييكي. تسلمي يا حبيبتي. بحييكي على الجمال والرائعه. انت انا عايزه اقول لك ان الاعداد يعني بيقول لي ان هو مبسوط جدا ومستمتعين جدا. انت القصه فرحت الكبير قبل ما فرحت الصغير. هو ده اللي انا كنت عايزاه. قد ايه جميله، قد ايه مليانه رسايل بالهبل. حدث ولا حرج. اتكلم في القصه عن ايه يا استاذ عز؟ عن لغات الحب وعن التكنولوجيا اتكلم عن اضرار التكنولوجيا. كان في حوارين اتنين. ايه بقى الجديد؟ الاطفال اللي بيتفرجوا علينا النهارده ان انا عندي التكنولوجيا والفيسبوك
والاهتمام بالانستجرام والحاجات اللي زي كده صعبه، والام شايفاها بتوجهه وتقول له ان انا عندي ايه، واقتنع بقى في الاخر انا معايا كتاب تفاعلي ومعايا قصه جميله انا عايزه حضرتك تركزي لي تاني على الحاجات الايجابيه اللي الام كانت ذكرتها للطفل. الام بقى ما قالتلهوش لا مش هينفع، تمام، لا ما تتفرجش على ده مضر، ده كده مش هيستجيب. اسمعي يا ماما، مش هيستجيب يا ماما خالص اطلاقا. مباشره للاطفال، التوجيه غير المباشر، حكي القصه من افضل حقيقي وعن تجربه والله علميه في مجال شغلي اكتر من 12 سنه. القصه هي احسن وسيله تعالجي بيها سلوك طفلك اللي بيتفرج على الكمبيوتر، واللي بيمسك التليفون لوقت طويل، واللي بيضرب صاحبه، واللي مش بياكل كويس. كل المشاكل والسلبيات اللي بتقابلك ارجعي ابني احكي لابنك قصه مش هتندمي. انا كبيره استمتعت وفهمت المضمون، وهو كمان متاكده ان اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي هيبقوا عارفين خطوره الحاجات دي، وعملنا لهم البدايل اللي هي عندي كتاب تفاعلي. بصي بقى الاستمتاع بقى ومتعه التعليم، احنا بنعلم وبنمتع طفلنا وبنلعب وبنعمل حاجات جميله وفاني، كل ده وبفيده مش بس اكتب. الحاجات الايجابيه اللي قالتها ماما ايه تاني يا استاذه عزه في القصه بتاعتنا؟ ذكرت ايه تاني؟ لغات الحب طبعا، المفروض ان احنا نتكلم عن لغات الحب بالخمسه. يعني دي حاجه خطيره جدا، لازم ان احنا كلنا نبقى على درايه بيها. جميل. لغات الحب، انا دلوقتي انا كابني معايا انا بحبه بس هو فاهم انا بحبه، واصل له الحب ده بيبقى غالبا لا، لان احنا بنلاقي ردود افعال من اطفالنا غير متوقعه. يعني انا على قد ما اقدر بساعد ابني او بقدم له الحاجات اللي هو محتاجها، مش بلاقي خالص نتيجه، بلاقي عند، بلاقي تمرد، بلاقي حاجات كتير منه. ده سبب ان هو ان الام ماشيه في طريق غلط معاه. لازم يكون هي على درايه كامله بلغات الحب الخمسه اللي احنا بنقول عليها. يعني اول حاجه التلامس الجسدي. انا دلوقتي لما ابني يجي، في اطفال بتحب الاحضان، بتحب الاحتواء، تحب حضن امها. طيب انا دلوقتي مش فاضيه، اقوم زقاه، اقوم لا طب بعدين، طب يا حبيبي انا بعمل حاجه دلوقتي. فالطفل بيتاثر. يعني الاطفال ليها خزان لازم انت تمليه، زي ما انت بتخافي وبتروحي تشحني موبايلك اول ما يفضى، لازم انت كمان تشحني ابنك وعواطفه. فلازم ان يبقى انت تتعلمي بقى، ده جه دورك بقى ان انت تتعلمي اللغات الحب الخمسه. هم خمس لغات، يعني التلامس الجسدي بمعنى ان هو الاحتواء، التلامس الجسدي بالظبط، تمام، الاحضان. عشان الامهات اللي بتتفرج علينا، لغات الحب الخمسه استاذه عزه بتتكلم عن اللغه الاولى وهي التلامس الجسدي. والتلامس الجسدي ده مش شرط يبقى بوسه بس او حضن بس، لا ده ممكن من خلال الطبطبه، دي تلامس جسدي بالظبط، ماسكه ايده وبعدي بيه الشارع، ده اسمه تلامس جسدي، بلعب له في شعره وهو نايم بالظبط، ده اسمه تلامس. والطفل لو اتعاملتي معاه كل يوم بالظبط، الطفل لو اتعاملتي معاه بالضرب وهو اللغه دي بتاعته، يعني كده انت قضيتي عليه. قبلك اطفال في الحضانه كتير، حسيتي بعينك الحلوه وبعين الام ان الطفل ده مفتقد التلامس الجسدي؟ كتير. قابلتك كتير؟ يعني بلاقي الاطفال مثلا بتبقى، بس هقول لك اكتشفتيها ازاي. بتبقى مامتها بتشتغل، تمام، اي حد يدخل ضيف عندنا في الحضانه تجري تبوسه وتقعد معاه، تحس ان هي عايزه كل شويه حد يبوسها او يحضنها. يعني بتبقوا معروفين اصلا الضيوف اللي جايين لنا الحضانه، تمام، هما بيجوا على اسمهم اصلا. يعني الاطفال عندنا كده، وبيجي لنا ضيوف على طول، طب هي فين البنوته اللي على طول بتدخل تبوسني؟ فبنحس الموضوع ده معاهم قوي. يعني يتعاملوا مع اي حد غير ماما عشان هي مش لاقيه ماما، بالزبط. هي مفتقده. فبجد بنتاثر بيها جامد الاطفال. طيب. اللي بتبقى زي كده. استاذه فادي، لو قابلتك حاله زي اللي عزه اتكلمت عنها، بتحاولي تتدخلي بعين الام؟ اكيد بستخدم انا بقى لغه الحب دي، بما ان انا واحده دارسه وفاهمه. تعالي انت محتاجه حضن، اول ما الطفل يجي لي احضنه. الله انت عسوله، انت عموره، اديتي له الحضن. انا بتكلم عن التدخل، ان انت هل حاولتي تكلمي ماما عن ان بنتها مفتقده حاجه؟ اكيد لازم انا اوصل لها، انت عارفه ان في حاجه اسمها لغه الحب، وان بنتك دي محتاجه لك، محتاجه ان انت تكلميها، تحضنيها، تشجعيها في حاجه، تجيبي لها هديه، تجيبي لها، هي مفتقداكي. وبتحاول تلاقي ده في الحضانه، هي بتخش تدور على اللي يحضنها، على اللي يتكلم معاها. انت حاولي ان انت تكتشفي الحاجه دي، فهي من خلالنا بصراحه بتحاول ان هي على قد ما تقدر تستجيب. والحمد لله، الحمد لله، اولياء امور كتير جدا جدا بيستجيبوا معانا وبيجوا يشكروا لنا، انتوا وجهتونا يا جماعه لحاجات احنا ما كناش واخدين بالنا منها خالص. جميل، حلو جدا. الحضن امان، الحضن للطفل كيان، الحضن للطفل في المستقبل هو اللي هيطلع لي الاب اللي ما فيش زيه، والزوج اللي ما فيش زيه، الحنين اللي احنا دايما بندور عليه، صح كده؟ يعني ابني لما حضنه كتير ده مش دلع، لا طبعا، يا تيتا بالعكس، يا تيتا يا جدو، لو ماما بتحضن ابنها كتير بلاش تقول لها انت بتدلعيه، لان انا عارفه ومتاكده ان انت ممكن تكون بتحضنه
اكتر منها، هي مش بتدلعه، هي بتحصنه بالحب وبتحصنه بالامان. عايزه اقول لك يا مس اماني برضه هو بيطلع مستقل ذاتيا، لو انت مليتي خزان الحب عنده هو بيستقل بنفسه وخلاص شبع، مش جعان حب. جميل، مش جعان حب. حب. طيب الام اللي بتتفرج عليا النهارده، تنصحيها معايا ان نحضن ولادنا كتير وده مش كلام. وفجاه يعني هي برضو تفاجئ ابنها، تعالى يا محمد انت وحشتني قوي، تعالى انا عايزه حضن، تعالى حضنك وحشني، هو اصلا هيتفاجئ. ما تخليهوش يقول لي مش شرط يكون يقولها كده، مش شرط يكون يحتاج الحضن. انا بحضنك عشان حاجه عملها بس بالظبط، هو مفيش مبرر. بيعلى بقى يعني احساسه بيعلى جدا. طيب ولادك في البيت احنا بنتكلم عن الحضن بالظبط، انا اكتشفت لغه تكريس الوقت برضو، الوقت اللي ليكي تجربه مع ابني الثاني ده، اللغه بتاعته بيطلق عليها الطفل زنان. دلوقتي بيجي يكلمني يقول لي ماما انا عايزك دلوقتي، طب معلش يا حبيبي هعمل حاجه بس واخلص اللي في ايدي وهجي لك على طول، ثواني ويرجع لي تاني يا ماما يلا بقى انا عايزك دلوقتي، طب يا حبيبي انا مش فاضيه. الطفل دوت بيبقى محتاج وقتك، محتاج اهتمامك، محتاج ان هو يحس ان انت خلاص سبتي اللي في ايدك كله وراح تدي له وقتك ده، خلاص يعني ماما سابت اللي في ايدها وجايه لي، فهماني؟ فطبعا لا يعني الموضوع دوت بيأثر فيه جامد، وبالذات انت لو تجاهلتي له تقول لا خلاص انا مش جايه لك دلوقتي، ما خلاص اللي في ايدك. طب عليه وقت العصبيه بتفرق؟ اكيد. وهو متعصب كده تعرفي تمتصي غضبه؟ اكيد هو بيتاثر. يعني خلاص هو متوقع رد فعلك معاه، متوقع انت هتزعقي له، هو متعصب انت هتزعقي له، فاول ما تاخديه في حضنك خلاص هو بيحصل له تشك. ايه ده هي مش هتزعق لي؟ تمام. مين بيحبني مين بيودني ويطبطب على كتفي يضمني، مين بيعلم ويربي اصول وبيفهمني من غير ما اقول، لو اغلب بتسامح على طول، دي ماما حبيبتي بنت الاصول. صح. طيب احنا معانا فيديو هنشوفه ونرجع لكم تاني. هنا صدقت حلمي وبدا، قالوا عني زمان موهوم بيضيع وقت، لا يوم سلمت ولا استسلمت، وقعت وقمت وامبارح غير دلوقت، هنا قلبي من جوه ده اللي بيديني القوه، في طريق مشيت واديني ثبات، واللي زمان ضحكوا عليك شوفهم دلوقتي بيداروا كسوفهم، وبرغم عليك تخسروا كسبت. انا ابن مصر، انا ضد الكسر، انا رافع راسي تملي فوق طول العمر، انا ابن مصر قلبي قوم، لو وقعوك قوم صدقني في يوم، بعزيمة وإرادة تقف تاني كالعادة، في جواك سوبرمان أحلامك بالإمكان، وعشان انت بطل من جواك في حلم بيستنى. شفت أزمات ومواقف ملهاش عد، بس الصدمات بتقوي ومش بتهد، انا عندي ثقه بالناس ومناعه ضد الرياح. ورجعنا لكم بعد الفيديو وسؤالي لاستاذه فاتن، ازاي كأم تعرفي لغات الحب عند طفلك؟
الموضوع بسيط خالص، انا من خلال انا ماما هبص اشوف طفلي ده بيعبر على عن حبه ليا ازاي، بيعبر عن حبه للاشخاص اللي هم بيتفاعلوا معاه وبيتواجدوا معاه كتير ازاي، ايه الحاجه اللي بيطلبها كتير، ايه الحاجه اللي بيقعد يشتكي منها كتير قوي. الشكوى دي هي المفتاح اللي انا هدخل من خلاله واعرف ايه هي لغه حب طفلي. كمان الطفل ده عنده خزان المفروض ان انا ملاه، لو الخزان الحب ده اتملى ووصل للطفل الحب بتاع ماما ده وهو خلاص شبه حب ده، دي هتساعدني في ان انا ايه عمليه التاديب والتهذيب اللي احنا بنعاني منها جدا كامهات تبقى سلسه ومرنه جدا، وهيستجيب معايا بمنتهى السهوله، بمنتهى السهوله جدا، يعني هنقوي بقى ده الكلام ده. ونربط ده بقى ايه بموضوعنا اللي هو لغه الحب. انا لما بموضوع نلغي التكنولوجيا وندخل بقى في الحاجات الفاني والمضحكه واللذيذه زي الفقره اللي احنا عملناها، احنا كده هنحقق حاجه حلوه، هنستغنى عن سلوك سيء كتير وهو مش عارف يستجيب لينا، وهنفعل معاه موضوع التعليم بطريقه ممتعه. طول المسرحيه انت بتوجهي بس بشكل ظريف وابني بيضحك ومستمتع وفاهم كل كلمه. استاذه عزه مجهزين ايه تاني؟ برضو فقره النشاط السلوك ده، من خلال السلوك ده بعلم الطفل طبعا النظافه اللي احنا برضو بنعاني منها. الطفل بيقوم مش في دماغه خالص ان هو يروق سريره او ان هو يبقى عارف ان وراه التزامات ان هو يعملها. مثلا الطفل هنا كل حاجه هنا بتتشال، طبعا انا مثلا في الحضانه بشيل دي بحطها هنا المخده، الطفل بيروق بقى السرير بتاعه، بتصحى من النوم تروق السرير بتاعها، بتروق السرير بتاعها تمام، بتدخل بقى بتروح طبعا الحمام تتوضى وتروح لابسه الاسدال بتاعها برضو. جميل. تمام، وتقف على المصليه بتاعتها وتصلي. الله على التوجيه الغير مباشر. من خلال النشاط دوت بعمل كذا فكره. جميل. فكره النظافه، فكره الصلاه، فكره ان هو قدمت عده قيم بالظبط ما اجملها في السن ده بالظبط. دي طبعا يعني مختلفه شويه عن الكتابه التفاعلي، دي لا دي بقى خلاص تي في قدامهم، هيبقى الوضع يعني واقعيه شويه عن الكتاب التفاعلي. وفي فكره لو اكيد انت برضو شفتيها، فكره البيجاما دي، ان احنا نخلي ده كمان بالظبط جوه النيرسري بتاعتنا، ان في يوم حضرتك كتير عملتها بصراحه، يعني كانت فكره جميله. انت هم عملوها بشكل عادي، انا شايفه ان توظيفك ليها بالشكل ده يبقى جميل جدا. يعني انا اخلي الاولاد يقوموا في الحضانه عندي بالزبط. وكانهم بيمارسوا يوم طبيعي في البيت بالزبط. هيقوم هيرتب سريره، هيروح على الحمام، بيستمتعوا جدا جدا، ويخرج يصلي. جميل. من خلاله بقى ويدخلي اي قصه بقى عايزه تقوليها في الفكره دي. جميل جدا. طيب مجهز لنا حاجه ثانيه نتكلم عنها؟ في لوحه زي دي، هي دي بتعلم الالوان برضو، دي بستخدمها في السيركل تايم. سيركل تايم بندخل برضو باغنيه وبنعلم الاطفال من خلالها الالوان، عشان الاطفال اللي بتتفرج علينا، عشان خاطر ماما اماني حكاوي اماني المعلومه والفكره والغنوه هي كبيره شويه في الوقت. قولي حتى لو بس 1 2 ريد اند بلو اب داون انسيت. طب اقول انا قليل قولي يا انا. ريد يلو جرين اند بلو، جرين اند بلو، جرين اند بلو، ريد يلو جرين اند بلو، جرين اند بلو، ريد يلو جرين اند بلو. هلو جوجو هاو ار يو. وتعلميه بعد كده. هما اصلا بيحبوا الحاجه تبقى مجسمه قدامهم بشكل كبير كده. حلوه جدا جميله. والشجره بتضحك كده وبتقول لي ويلكم ومبسوطه وجميله جدا. طيب كلميني بسرعه عن الوقت القيم. الوقت القيم ولادنا محتاجين ان احنا نقعد معاهم بالظبط. التليفونات بقى والموبايلات بالظبط، ادي يعني كل واحد وقته. انا ابني اغلى حاجه عندي في الدنيا، مفيش حاجه بعديه. انا دلوقتي في فرق بين التربيه وفي فرق بين الرعايه، الرعايه اللي بعمل اكله وشربه وبشوف طلباته واحتياجاته، انما التربيه ان انا اديله بقى احتياجه الشخصي العاطفي، لازم اخلي بالي منه. ولازم ان انا يعني الدنيا ما شاء الله دلوقتي اتفتحت جدا، والام ما بقتش تسيب الموبايل من ايديها، لا الوقت دوت بقى انت تقدري ان انت تتعلمي، بدل ما تدخلي على جروبات بقى والوقت يضيع منك، لا استغليه في ان انت تقدري تعلمي ابنك حاجه كويسه، اعرفي هو عاوز ايه منك، علشان ده اللي هيكبر عليه بعد كده. الوقت بيمر وبيجري، فلازم ان انت تربيه مش تراعيه بس. جميل، الله يفتح عليكي. حاولتي مثلا مع اولادك تعوديهم على فكره ان وقت الاكل الحاجات بقى بتاعت زمان اللي احنا مفتقدينها، فكره نستنى بابا، هو ممكن لو جعان هديله اي وجبه ياكلها خفيفه، بس هل ليكوا ميعاد للغدا مثبتينه مع بعض؟
الحاجات دي ولا انت عشان بتشتغلي فممكن القط كده واجري؟ لا، هو بحاول على قد ما اقدر ان احنا يكون لينا وقت نتجمع فيه. عايزه اسمع الحته دي، وعايزاكي بالله عليكي توجهي لي الامهات على ان احنا يا ماما حتى لو موظفات نهتم بان احنا يكون لنا لازما قاعده كل يوم واحنا بناكل بنتكلم في اي حاجه. اكيد انا عايزه اقول لك ان من خلال برنامجك ان السيده الموظفه بقى مديره حضانه او غيره، انت اكتر واحده ممكن تكوني منظمه وتحققي ده، بما ان انت بتروحي شغلك الساعه كذا وترجعي الساعه كذا واولادك بيرجعوا من المدرسه الساعه كذا، حاولي بقى على قد ما تقدري تتجمعيهم. احنا في الوقت الفلاني بيكون متجمعين كلنا، لازما يا ماما لازما يا بابا لازما تكونوا متجمعين حوالينا. عارفه لو لقمه صغيره مش شرط يكون ان احنا عاملين برضه ولا حاجه، نتجمع بس. انا فخوره بيكم كأمهات وفخوره بيكم كمعلمات، وفعلا يا بخت المامز اللي اولادهم عندكم، ويا بخت الاطفال اللي معاهم ام مش بس معلمه رياضه اطفال. اكيد قابلتنا صعوبات، اكيد طبعا، نبذه بسيطه كده. هي اكتر حاجه بتتعبني نفسيا الموضوع الام تيجي مثلا ايه نفسيا لان انا قلتها كتير للامهات ومع ذلك برضو بيرجعوا تاني. انا يا مس انا دلوقتي مليت ابني وكتبته واتملى معايا والدنيا كويسه، اجي بعد شويه الاقيه اللي هو نسي اللي انا قلته له، طب اعمل معاه ايه؟ اسالها السؤال اللي انا متوقعه اجابته، طب هو بيتفرج على التي في؟ طب هو بيلعب جيمز؟ تقول لي ما بيقومش خالص من على الموبايل. طب انت عايزه ايه؟ انت اصلا بتفصليه عن الواقع اللي حواليه، فالعقل خلاص بيبقى دخل في غرفه كده ان هو خلاص هي اللعب والتي في كرتون بقى افلام كل الحاجات دي. وكمان بيغيبوه استاذ عزه فتره طويله كمان الغياب ويرجع تاني. انا ما حد بيحصل معايا بان ابني عايزاه يكمل زي ما هو، اقول لها لو هتغيبي ابنك خلاص انا ما عنديش مشكله، بس اشتغلي معاه في البيت يجي لي، ان انا ما ارجعش بيه تاني حرام. صح. فبصراحه في امهات بتستجيب، في امهات في الشتاء دوت يعني ما شاء الله عليها ربنا يكرمها، فعلا بتحب اطفالها ان هي تنزل تبقى يعني الشتاء خلاص لبسيت ايه نزليه بس عشان يتعلم. ما انت يعني فكره ان انت هتقعديه وارجع تاني اديله تاني الحاجات اللي هو نسيها، فانت بتضر ابنك مش بتفيديه. طيب معانا فقرات تانية، اي حاجه تانية عايزين نتكلم عنها؟ هي دي بس معبره عن لغات الحب. الله، انا حبيت الصور حسيتها معبره قوي. يعني هنا العمل الخدميه ما قلناهاش برضو، تقديم الخدمات بالظبط. جميل. الفكره في امهات بتبقى يعني بيقولوا عليها بتبقى عايزه تعمل كل حاجه بايديها، فبيبقى ابنها مثلا بيحب ان هو يساعد فيقول لها ماما انا عايزه اغسل مواعين النهارده، تقول لها يا حبيبي خلاص انا مستعجله معلش المره الجايه، يا مره الجوري مره الجوري مره، والطفل مش بيتعلم حاجه. فانت لا، انت اديله وقته، اديله خليه يتعلم، لو ما علمتهوش دلوقتي هيتعلم امتى؟ حلو جدا. بالظبط، ده طبعا تكريس الوقت النوع. واحب اضيف حاجه بسيطه على تقديم الخدمات اللي قالتها استاذه عزه، احب كمان الام اللي بتتفرج عليها في تقديم الخدمات اوجهها لحاجه صغيره قوي، لما تكون طنط في الشارع ماشيه وهي وماسكه شنطتين ثلاثه في ايديها، انا دوري لو ابني ماشي جنبي اوجهه اقول له اجري شيل من طنط. صح بنت ربنا عليه كلنا. لو تيتا ماشيه وشايله حاجه المفروض انت هتشوفيه بعد كده. انا لما بدخل المترو بشوف مناظر يعني بستاء. ممكن يبقى جنبها مكان وحد واقف كبير في السن او ست حامل وهي مش عايزه توقف ابنها الصغير اللي عنده 5 سنين أو 6 سنين وتقول له اقعد لجده او اقعد لتيتا. انا والله العظيم بحزن لما بشوف المنظر ده. يا ماما انت لو مش هتعلميه دلوقتي انه يقف للاكبر منه يبقى انت كده ما علمتهوش. يا جماعه احنا مش عايزين دكاتره، بقولها كتير في كورساتي، احنا مش عايزين دكاتره وعايزين مهندسين. انا عايزه ابني يبقى عامل بسيط جدا بس متربي عنده اخلاق. ما هو ممكن يبقى دكتور وكلنا عارفين دكتور عامل ازاي، وممكن يبقى مهندس وما عندوش ضمير. احنا كلنا بنكمل بعض. التربيه يا جماعه قبل التعليم. اقري المقوله الجميله دي. المقوله دي يملك اللسان قوه الحياه والموت. يملك اللسان قوه الحياه والموت. يعني ايه؟ يعني بكلمه واحده منك لابنك ممكن تخليه من العظماء. جميل. بكلمه واحده تخليه من الفاشلين افشل الفاشلين. الله. فدي ده اللي هو لغته التشجيع. التشجيع. عايزة برضه أقول لك يا ماما أماني، لو لغة ابني الحضن وأنا بضربه أنا كده دمرته، لو لغة ابني التلامس ده وأنا عمالة أضرب فيه، يا ماما بليز يا ماما لو سمحت. حلقة النهاردة هي من أهم حلقاتي. ممكن تكوني بتدمريه حبيبتي. اتكلميني عن الضرب. لو أنا ابني اللغة بتاعته الحضن
حبيبي بيحبني ان انا احضنه كتير وانا مش عارفه ده، انا مش عارفه يعني ايه لغات الحب. يا ماما بقول لك لازم انت تعرفيها، ممكن تدمري ابنك اعز حاجه عندك في الدنيا كلها لو انت ضربتيه، لو انت اسأتي ليه كل شويه كده كده كده، وهو اللغه بتاعته هي دي اللمسه الجميله، الطبطبه، الحضن، وانا عماله اضرب فيه بدمره من غير ما اخد بالي خالص. انا دمرتك، انا دمرتك. اماني ان هو الطفل ممكن لو هو مفتقد الحب من مامته او التلامس الجسدي ممكن يستفزها ان هي تضربه علشان هي تلمسه. ده حقيقي بالظبط. سمعتها من دكتور طارق درويش ربنا يمسيه بكل خير، قال كان في طفله بتقوم تكسر في الشقه علشان تستفز مامتها، فمامتها تقوم تضربها على ايديها، تكسر في الترابيزه فمامتها تروح تضربها، ترمي الكرسي في الارض فمامتها تضربها، ترمي الزباله في الارض فمامتها تروح تضربها، وفي الاخر اكتشفوا ان البنت دي لما بيسالوها انت ليه بتستفزي ماما كده، قالت لهم اصل انا نفسي ماما تلمسني، فانا بقوم اعصبها واكسر اي حاجه عشان بس تعمل لي كده. بالظبط. اكيد احنا مش يعني مستحيل نكون احنا الام دي. هي المشكله فينا، هي المشكله كام. انت دلوقتي بتضغطي، ما تحطيش، حاول على قد ما تقدر ما تحطيش نفسك تحت الضغوط بتاعه الحياه. لازم انت غصب عنك لو تحت ضغط اه معاكي حق ان انت هتخرجيه، بس هتخرجيه على ابنك. انت زعقتي له دلوقتي، طب وبعدين ما يكبر شويه رد فعله هيبقى عامل ايه؟ انت كده بتخسريه. جميل. فاهمه لغات التشجيع، لغات التعظيم. ابني محتاج مني طول الوقت المدح، اشجعه هيجيب نتيجه هايله. فاشل هدمره. لحد ما يجي وهو بيكلمك يقول لك يا ماما انا ما عرفتش احلها. ليه يا حبيبي؟ اصلا انا فاشل. بالظبط. عقله اصلا بيترجم الموضوع ده. هو لو ناجح وكويس وشاطر انت خلاص هو اقتنع ان هو فاشل، ما فيش، مش هيقدر يقدم حاجه تاني لان هو عارف النتيجه انا فاشل. يعني لو ابني بيرسم رسمه كده ما احبطوش؟ لا الله ينور عليك. بالعكس، تحفه جميله. حتى لو خطين بس كده دي حاجه مهمه جدا. وعلقها له كمان، وعلقها له على حاجه. المره دي عمل خطين، المره الجايه هيعمل 3 خطوط 4 وهيبتدي يتطور. جميل. علماء النفس قالوا الكلمه الحلوه تاثيرها سحر. لو انت ماشي في الصحراء عطشان وجعان وخلاص بتحتضر، ودخلت عليك ميس اماني وماسكه لك في ايديها كوبايه ميه مشبره، هتعمل ايه؟ هترد فيك وتروح تاني؟ انت كنت أكيد. بتموت أكيد. في الصحراء. تاثير الكلمه الحلوه على اولادنا بتساوي كوبايه الميه اللي جات لك وانت بتموت في الصحراء. فانتم مقدرين يعني ايه اقول كلمات تشجيع وكلمات حلوه لابني طول الوقت حتى لو كل الناس شايفاه؟ هي الفكره برضو مس اماني ان انا ابني مهما عمل مش هيرضيني، مش هيعمل اللي انا عاوزاه لانه هو صغير طفل. انا هركز، مش هركز على النتيجه اللي هيعملها لي، انا هركز على المجهود اللي عمله. جميل. حتى لو عمل حاجه صغيره انا ركزت خلاص، انت عملت كده برافو عليك، المره الجايه هيعمل ازيد. انما انت ليه ما خلصتش دي؟ طب انت روقت دي، ما روقتش دي ليه؟ ما عملتش دي ليه؟ جميل. وفي كمان يا مس اماني اضافه لكلام عزه، ان في وسط ده كله في طفل مدلل زياده عن اللزوم. انت يا ماما بتهيني ابنك ولا بتشجعيه ولا بتحضنيه ولا بتحاولي تجيبي له هديه، وفي طفل تاني هو شايفه مدلل زياده عن اللزوم، كل حاجه بتجيله كده، انت بتدمري طول الوقت في نفسيته. بص للطفل المدلل زياده عن اللزوم ده وكل حاجه مستجيبه ليه، هو لما يقارن بين نفسه وبين الطفل ده هو بيلاقي نفسه خسران كتير، فبتعملي له عمليه احباط. لا، اقري عن لغات الحب هتستفيدي كتير، مش مع اطفالك بس، مع حبايبك، مع قرايبك، مع زوجك، مع اللي هي لغات الحب لينا كلنا. انت يا معلمه دورك مهم جدا 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 جدا، مش ماما بس، انت وماما بتكملوا بعض، هي ماما في البيت وانت ماما في الحضانه، فلغه الحب لكل معلمه ولكل ام لازم كلنا نبقى عارفينها كويس جدا، والموضوع بسيط وسلس. حتى لو اميه في البيت، لمجرد ان حد يكلمه لها ويشرحه لها هتعرف تتعامل مع الطفل بتاعها بمنتهى السهوله، لمجرد ان هي عرفت ازاي اعرف لغه الحب بتاع الطفل. جميل. كان في طفل بيحكي وبيقول كانت في معلمه دخلت لي الفصل وكانت واخده داخله بدل معلمه تانية كانت واخده اجازه وضع. لما كان المعلمه دي بتوقف الطفل وتساله كل زمايله كانوا بيضحكوا عليه، فالمعلمه قرت الحكايه شافت ان الاطفال دي بصه للطفل ده بعين الغبي بس من وجهه نظرهم. عملت ايه المعلمه؟ انا قلتها امبارح على صفحه حضانتي وناس طلبوها مني احكيها تاني. طلبت منه ايه؟ كتبت له ورقه وكتبت فيها بيت من ابيات الشعر وندهت عليه بعد ما كل الولاد خرجوا، وقالت له انا عارفه ان انت شاطر وانا عارفه ان انت هتعمل اللي انا هقول لك عليه، شايف بيت الشعر ده؟ روح احفظه، احفظه كويس قوي. وراح الطفل حفظ بيت الشعر بعد ما هي قرته له مره واثنين وثلاثه، ورجع تاني يوم
المعلمة العظيمة كتبت بيت الشعر على السبورة، وقفت وسألت الولاد مين فيكم يعرف يقرأ بيت الشعر ده؟ محدش عارف يجاوب. هو رفع ايده وقام قرأ بيت الشعر، كررت معاه الموقف اكتر من مرة لحد ما نظرة الاطفال زمايله ليه اتغيرت تماما. مش بس كده، الطفل ده رجعت له ثقته بنفسه ودخل ثانوية عامة، وبعد ما دخل ثانوية عامة دخل الجامعة، وبعد كده عمل ماجستير، وبعد كده عمل دكتوراه، وكتب في جريدة وقال القصة اللي أنا قلتها دلوقتي: معلمة بيت الشعر أثرت في حياتي. جزاك الله كل خير، ربنا يجازي كل معلمة بتعلم ولادنا، بتربي ولادنا، التربية قبل التعليم. تحبوا تشكروا مين؟ أنا طبعا والدتي ربنا يبارك في عمرها يا رب ويديها الصحة والعافية. أحب أشكرها جدا 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 جدا، لو قعدت لآخر اليوم مش هوفيها. جزاها الله خير. أحب أشكر زوجي، دايما بيعني وبيقويني، كل ما أقول له أنا تعبت أنا مش قادرة كده، حاسة إن أعصابي تعبت، يقول لي لا أنت وصلتي، أنت وصلتي، أنت هتسيبي كده؟ لا لسه قدامي حاجات كتير هتعمليها. فكل ما أحس إن أنا تعبت لا بيقويني، أنا لازم أوصل لأعلى وأعلى وأعلى. أحب أشكر كل الناس اللي اشتغلت معانا، وخص بالذكر الناني، فريق العمل كله هايل هايل جدا جدا، وحتى الناس اللي هي سابتنا لظروف خاصه هايلين، بس انني بشكرها من كل قلبي، بقدم لها هو تحيه على الشاشه. جزاها الله خير. ام اه ام هي بتعامل الطفل اللي عندنا في الحضانه ام. مش هشكر عزه حبيبتي عزه، ربنا يجازيها كل خير. من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هي بتتقي ربنا، ويمكن ربنا عشان كده وفقنا احنا الاثنين نتجمع مع بعض كنا في اصحاب، عرفنا بعض من خلال حضانه كنا بنشتغل فيها، والحلم كبر وابتدينا واحده واحده بقى، يعني السلم ما طلعناه درجه درجه بصعوبه، بس الحمد لله. اللهم لك الف حمد. يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ويرزقه. لسه في نجاحات كتير أكيد. انا متاكده أكيد. اللهم ان شاء الله. اللهم امين. هي اشكر طبعا امي، رغم ان ربنا توفاها، بس فعلا كلامها وتربيتها ليا مؤثره فيا جدا، واحلى حاجه خدتها الموهبه منها الحمد لله. طبعا زوجي لولا ان هو مرن، ربنا يكرمه، مرن معايا ومستحملني. احنا كمان بنشكره، ربنا يكرمك. هو ما شاء الله عليه يعني بيستجيب معايا في كل حاجه، ربنا يهديهولي. طبعا اخواتي ساعدوني كتير، ربنا يبارك لي فيهم يا رب. واكيد في اولياء امور برضو تحبوا تشكرهم، وقفوا جنبكم مساعدين جدا جدا جدا، ربنا يجازيهم الف خير يا رب. اكتر حاجه بتفرحنا مثلا طفل مشي خلاص راح لمرحله الدراسه، تجيب لنا اخوه دوت، تجيب لنا اخوه الثاني وهكذا، فدي حاجه بصراحه يعني بتفرحنا جدا، بتحسسنا ان احنا ماشيين صح. انا بشكركم ان انتم كنتوا معايا جدا، حلقه مميزه سعيده بيها جدا. شكرا. وفيها كميه رسائل انا كنت محتاجاها توصل للامهات. لما قلت لي عزه حلقتنا هتبقى حضنيني يا امي، انا عينيا دمعت، لاني لما باجي اتكلم عن الاحضان دايما مع الامهات والمعلمات انا غصب عني ببكي، بس النهارده انا مش هبكي، انا فرحانه جدا والله بيكم، فرحانه بالمواهب الجميله بتاعتكم، وسعيده بالاطفال، وانتوا قد الرساله، وانتوا قد الامانه، وفخر لكل معلمه، وفخر لكل ام، وحكاوي اماني فخور بكم جدا. ميرسي، ربنا يخليك. جزاك الله خير. لما اكلم ابني وانده عليه، ابتسم في وشه وامسك ايديه، اقول له بحبك يا جمال قلبك، بعشق طيبتك يا ابني الايه، ده كفه بين ايديا بالدنيا حواليا، هيفرح بيا وهفرح بيه. وفي اخر كلامنا راح نرمي سلامنا ونودي حبايب طيور احلى جنه. أشوفكم بخير في حكاوي أماني الحلقة اللي جاية. سلام عليكم.